إلى سنن أبي داود، إلى سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرش، أو باب في الفرش. نختم الباب اليوم إن شاء الله. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الصرح. ما قال ابن أبي الصرح؟ هو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري. قال أبو حاتم: لا بأس به، وأحمد كان يحسن القول له. نعم. قال: وعندي إمام. وقال النسائي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. بل قالوا ثقة ثبتا، كان ثقة ثبتا عابدا. قال حدثنا سفيان، سفيان هنا وسفيان بن عيينة الذي قال فيه الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن محمد بن المنكدر ومن الثقات الأثبات بخار التابعين، عن جابر بن عبد الله، وجابر رضي الله عنه وأرضاه ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذتم أنماطا؟ والأنماط هي البساط له هدب رقيقة. هو قد يكون الأنماط بتأخذ من حرير، وقد تكون لينة من غير الحرير لكنها لينة كالحرير. قال اتخذتم أنماطا، اللي هو ظاهر الفرش. قلت: وأن لنا الأنماط. أصحابه كانوا في فقر. فقال: وأن لنا الأنماط. فقال: إن أما إنها ستكون لكم أنماط، ستفتحون وتفتح عليكم الدنيا وتملكون، أما إنها ستكون لكم أنماط. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخ أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، أو أحمد بن منيع مقرونا به ومن الثقات الأثبات أيضا. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، قلنا هو أصح الناس كتابا في الأعمش يطلب في غيره، عن هشام بن عروة. وهشام كما قلنا لكم قبل ذلك هو ثقة، وكان يدلس قليلا، وأيضا حديثه بالبصرة أضعف الحديث بالمدينة، لأنه أكثر أخذ عليه أنه كان يكسر عن أبيه بالبصرة. قلناه كثيرا عن أبيه، وعروة بن الزبير كان من ثقات الأثبات، محدثا فقيرا تقيا نقيا دينا، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن منيع: التي ينام عليها بالليل، ثم اتفق من أدم حشوها ليف، من جلد حشوه ليف، من أدم حشوها ليف. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي. قال أبو حاتم: صدوق حجة، وهذا علو في التوثيق. نسائي قال: لم يكن به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات، بل قالوا عنه: ثقة كان ثقة عابدا. أبو داود قال يقال فيه أنه كان من الأبدال، وكان عابدا تقيا نقيا. أنا سأبدال هذا كلام لا يقوله أهل السنة والجماعة. نعم. أين نمير يا أم خضر؟ إذا قال حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان، أما سليمان وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر من الثقات. قال عن هشام عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه كما مر، عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهي أعلى نساء العالمين والسبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضجع فعلا المراد به كان ما كان يضجع عليه، ما كان يضجع عليه هو المقصود به ما كان يضجع عليه. نعم. كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. سبحان ربي العظيم، وهو سيد الأولين والآخرين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ابن مسرهد، حدثنا مسدد ابن مسرهد كما قلنا أنه من الثقات الأثبات، حدثنا مسدد ابن مسرهد، حدثنا يزيد ابن زريع،
ويزيد ابن زريع أبو معاوية البصري. نعم. وهو من الثقات، قال معين الثقة الصدوق الثقة الأمين. قال حدثنا خالد الحذاء، الحذاء وخالد من الثقات الأثبات، راجع فيه حماد بن زيد شعبة، قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقابله أو بمحازاته حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا ختاما لأبواب أو كتاب اللباس، باب الفرش، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لجابر اتخذتم أنماطا؟ طبعا اتخذتم أنماطا، أنماطا لو قلنا بأنها على سبيل الإنكار يبقى لابد أن نقول إذا قلنا أنه بأنه على سبيل الإنكار فإذا لابد أن نقول بأن، لو قلنا بأنه على سبيل الإنكار فلابد أن نقول بأن الإنكار إذن الأنماط من حرير، والصحيح أن الأنماط ليست من حرير، الأنماط ليست من حرير، هي رقيقة كرقة الحرير، لكن إذا قلنا بأنها من حرير يبقى كان سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر تتخذون الأنماط عن الحرير بعدما نهى النبي عنه، والصحيح من السياق أنه ما أراد به الحرير وهي ليست من حرير، لأن النبي قال إنها أما إنها ستكون أنماطا. هو الحاصل بأن النبي كان يبشر بأن الله سيفتح عليهم وهم سيمتلكون الدنيا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله زوى لي مشارق أرض ومغربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحفر مع الصحابة الكرام الخندق ضرب الكدية بمعول، فلما ضرب الكدية قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال لسراقة كيف أنت يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى، وقد كان وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث هذا أيضا من دلالات النبوة، من علامات النبوة، هذا الحديث من علامات النبوة لأنهم كانت أنماط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إنها ستكون أنماط، أما إنها ستكون أنماط. حبيبي ربي يحفظك، ربي يرضى عنك حبيبي، يا رب يا رب، امين امين امين. ان شاء الله يا اما اتيك اكلمك ان شاء الله. لا هم يريدوني غدا ايضا، ده هم اشتروني يا شيخ، والله اشتروني، فاهم؟ ده هم قالوا لي احنا مش عايزينك في اي، انت تغير بيتك وتيجي تجي لنا في القاهره، مش عايزينك في اسكندريه. طيب هشوف، حاضر هشوف، ما تقلقش هشوف ان شاء الله، ابشر بس اخلص الدرس الان وبيننا تليفونات. ماشي حبيبي، السلام عليكم. فكانت علامة من علامات النبوة وكانت أنماط كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة فهي تبين أن النبي كان ينام على الوسادة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشو هليف. يا لله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده، ما ذرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينام على وسادة
هي من جلد حشوها ليف، وهذه دلالة على الزهادة في الدنيا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال مالي وللدنيا، الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا دنية حقيرة، الدنيا دنية منها دنو أيضا قصيرة. فالعاقل اللبيب لا يستمسك بما فيها إلا بما يوصله إلى الله جل في علاه، الوطن الأصيل يشتاق إليه، ولن يسير إلى الوطن الأصيل إلا عبر هذه الدنية، هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعبأ بها. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينام على الحصير يعلم في ظهره، كان في المشروبة، وعمر بن الخطاب يعني تعجب وقال كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير وأنت تنام على الحصير؟ قال إهني يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بأبي هو وأمي. وأدي فيها أن الاقتصاد في الدنيا من الأهمية بمكان، وليست ملامة على من تمكن ومكنه الله من الدنيا وعاش في قول النبي نعم المال الصالح للرجل الصالح أن ينام على الفراش المريح، ما فيها شيء، ليس فيها ثمة شيء ولا ملامة على ذلك. لكن كما قلت من نظر إلى غيره من الذين يعني اشتد إعوازهم وقال أعيش كما يعيشون وقلبه يهفو إلى سداد الإعواز الذي هم فيه كان من خيار الناس. وفي الرواية الأخرى قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم أو حشوها ريح، حشوها ليف، حشوها ليف، أيضا فيها الزهد في الدنيا. والله قد أمر بالزهادة في الدنيا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وسائل المقال، عندما قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما ختام الباب فالكلام على حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمحاذاة المسجد أو كان مقابلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يؤخذ من هذا الحديث على الكلام على مسألة اتجاه القبلة وأنه يجوز والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: أولا فضل الزهد في الدنيا، الإخبار بالمغيبات من علامات الساعة، من علامات النبوة، الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة. قد يقال من الفضل خشونة الفرش لقلة النوم، لاستدعاء قلة النوم. قد يكون هذا بطالب العلم الذي يريد أن يقلل من نومه، خشونة الفرش تساعده على قلة النوم، الليونة تجعله يستغرق في نوم. لعل هذا أيضا كان من الأسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخذ فيها الفرش من الليف، أدم منيف. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي. اللهم يسر، اللهم يسر، كان الله في العون.